الحكومة هذه تتبع في رجاء الإسلام والناس يقتلوا بالأرواح ويكسروا ويضربوا ويحرقوا حرية التعبير هي حرية التعبير المسلح ممكنة أما حرية التعبير السلمي والتعبير حرية التعبير المجتمعية هي ما تقدر حتى شيء هذا إنسان رئيس هذا المقرر العام للسورة عديد ناس متلقدوش متلقدوش رأوا أخلاقياته فاسدة قلتلوا رأوا أخلاقه العامة يتهمني بالنميمة وبالادعاء بالباطل وبالقذف وهذه يعني تهم غريبة جدا لأني أصلا غير معنية بالشخص بالحبيب خضر كشخص أنا معنية بأدائه كمقرر عام أنا قيمت هذه الطريقة اللي وصلتنا لتو أنه ما عندناش دستور أنه ياخذوا قرار في وسط جلسة ويتصوت عليهم بعد يتم التراجع عن القرار هذاك بعد التصويت هذه طريقة فيها خلل وانا قلت فما مشكل أخلاقي بمعنى إتيك هو نسب الروح وقال هي تشكك في أخلاقي اللي كان مضمن بملف المغلوط مما ألجأ السيد قاضي التحقيق الإصدار بطاقة جلب ولو أنه كان بإمكانه التريض لأن رجاء نعيش مجهورة مقر مطلقا هي أستاذة جامعية وكان بالإمكان توجيه الاستدعاء لكن على كل حال لا لوم على السيد قاضي التحقيق في إصدار هذه البطاقة اللي رجع فيها اليوم وقع الرجوع فيها وجلبها البطاقة هذه ووقع حضور رجاء بين يديه صحبة لسان الدفاع وعين جلسة المقبلة اليوم 5 أبريل يبدأ السماع اليوم مازلنا في الإجراءات كلها اللوم مش على من أصدر بطاقة إيداع اللوم من خير التحاور عن طريق قاضي التحقيق وخير التحاور عن طريق سين جيم والقضاء والشرط عوض أن يقع التحاور مباشرة ومقرعة الرأي بالرأي زميلي معناها متشكي في قضية الحال كان بإمكانه الجواب لكن راه وانا رجاء مست شيئا من 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 مما لا يجب مسه من معنوياته من كذا الى اخره كان يمكن ان يجيب لا ان يتوجه بشكايه لسيد الجمهوريه نعم